الساعه جي اس ايه الترا. هنعمل لها تيست كول طبعا زي ما احنا متعودين في مكان مفتوح. هنجرب مكالمه هتيجي دلوقتي، احنا عاملين لها كونكت على الموبايل دلوقتي. ده صوت الساعه نفسه اهي، مكالمه جايه لنا اهي على الساعه، بتظهر اسم زي ما احنا شايفين كده. تو ايوه سامعني؟ تمام كويس. الصوت واضح يعني؟ الصوت واضح. بص كده اتكلم تاني معلش. انا كدمت الصوت اهو وشغلته تاني. الصوت من الساعه واحنا في مكان مفتوح اهو، والصوت عالي جدا، وانا كمان شايف الشاشه وشايف الاتصال وشايف اللي بيتصل بيا، وكمان اهم حاجه انها ظاهره الاسم يعني اللي بيتصل بيا اوكازيون اهو، وظاهره في الشمس او في الضله في مكان مفتوح، وصوت عالي ما شاء الله. اتكلم تاني كده. ايوه الصوت واضح عندك؟ جدا عندي اهو. الصوت واضح تمام ماشي شكرا. ازاي بقى اشغل الساعه على الموبايل؟ وهنا الساعه دي زي ما قلنا ما بتعتمدش على الايفون بس، ممكن تشغلها على موبايل اندرويد عادي، وكمان بتشتغل على الايفون طبعا عن طريق برنامج ويرفيت برو. خلينا نشوف دلوقتي الخطوات مع بعض. بس خليني اقول لك ان الخطوات مهمه جدا، ركز فيها، تكون عن طريق البرنامج وعن طريق البلوتوث. فارجوك ركز في الخطوات اللي جايه دي عشان تعرف تربط الساعه بالموبايل ربط صح وتعرف تستخدمه. هننزل الابلكيشن اللي هو الوير فيت برو. الابلكيشن نزل على الموبايل. في خطوه هنا مهمه جدا وهي خاصه بالساعه، نسحب الستاره ونشغل البلوتوث بتاع الساعه. لازم يشتغل معانا بالشكل ده، يبقى لونه ازرق مش مطفي بالشكل ده. شغل البلوتوث. بعد كده بقى بنتابع بقيه الخطوات على البرنامج. هندوس على موافق، دي الصلاحيات اللي هو بيطلبها منك. بعد كده بتظهر معانا الشاشه دي وهي المعدات اللي هي الساعه او الايربود، واجهه البرنامج، وبيطلب مننا بعض الصلاحيات، فبنقول له تمام مفيش مشكله فيها. نفس الخطوات دي هنعملها. هنا بيقول لك الجي بي اس، فبتقول له اثناء استخدام الابلكيشن. الجزء ده مهم جدا، ندخل على الاعدادات. هو هنا عشان بيقول لك توصل للرسائل والمكالمات ويجي لك كل الاشعارات بتاعت الموبايل، تروح للاعدادات هيقول لك تعمل ايه. بص معايا للشرح ده، ادخل على السيتنج وادخل على النوتيفيكيشن، نعمل عليها سيرش. هندخل على النوتيفيكيشن في الاعدادات اللي هي اكسس دي، ونتاكد ان الوير فيت برو متعلم عليه الازرق، وهنرجع تاني وهنشوف النوتيفيكيشن بتاعه الابلكيشن اللي هي اب واشعارات التطبيقات، وهنبحث على الوير فيت برو. بس هنا مش متعلم عليه، هنعلم عليه علامه صح، وبعد كده ندخل جوه نتاكد ان كله متعلم معانا كل الاشعارات اللي هتجي لنا على الموبايل هتيجي على الساعه بالشكل ده. احنا كده عملنا اهم خطوه، الباقي لو انت عايز تعمله الموضوع بسيط، هو بيوجهك تعمل ايه. الواجهه هنا المنزل، وهنا السبورت او الرياضه، وهنا تجد بيقترح عليك تمارين، وهنا معدات. دي اللي هنشتغل عليها دلوقتي. اول هنسحب الستاره برضو في الموبايل ونتاكد ان البلوتوث شغال، كمان الجي بي اس كمان شغال، لازم يبقوا شغالين معانا بالشكل ده. بعد كده هنضغط على اضيف جهاز اللي هي موجوده في المعدات جي اس 8 الترا، نعمل لها ربط. تم الالكترون بنجاح، هنا تنفيذ. ركز معايا في الخطوات واحده واحده. هنا عايز الاشعارات اللي هتجي لك على الموبايل تروح على الساعه، هندوس على فتح. هنا الوصول الاشعارات اهي، هنختار اسم الابلكيشن وير فيت برو سواء مكتوب بالعربي او الانجليش عندك، وهنا بيدي لك بعض الارشادات. تضغط على موافق، تستنى يخلص عد وتدوس موافق. هنا دي الاشعارات اللي هتجي لك، واتساب، الوير فيت برو، جيميل، فيسبوك، وهكذا. تنفيذ، اعرف، ندوس على كام. بعد كده خلاص ربط الساعه، ويبين لك كل التفاصيل الخاصه بالساعه دي، الواجهات تقدر تغير ما بينهم، وهنشرح كل حاجه في الساعه. بس لسه احنا كده ما ربطناش الساعه عشان نقدر نتصل بيها، فاضل خطوه كمان بسيطه. ندخل على البلوتوث بتاع الموبايل، هنلاقيه عامل كونكت بجي اس 8 الترا. ده كده لو انا هشوف مين اللي بيتصل بيا على الساعه او الاشعارات، ولكن ما اقدرش ارد من الساعه. طب انا عايز ارد من الساعه، الخطوه دي هي المهمه وهي دي التكه. هنعمل بحث عن الاجهزه المتاحه، هيظهر معانا حاجه اسمها واتش كول اللي هي مكالمات الساعه، لازم نعمل لها اقتران. كده اتنين اقتران، اقتران البرنامج اللي هو جي اس 8 الترا، واقتران المكالمات. لو انا عايز ارد من الساعه لازم اعمل الاقتران ده، واعمل طبعا على مشاركه جهات الاتصال، واتاكد ان مكالمات الهاتف متفعله، وكمان الوسائط. يعني انا ممكن ما اكونش متعلمه عندي الوسائط
والاقي المكالمات شغاله عادي، ولكن الموسيقى بتطلع من التليفون مش من الساعه، بعلم عليها. لو انا محتاج ان انا اشغل الموسيقى على الساعه بعلم عليها كده تمام، مفيش اي حاجه. بندخل على القائمه اللي انا دخلت عليها دي عن طريق السهم ده. نرجع بقى للابلكيشن ونشوف الواجهه. هنا بيقول لك الخطوات والسعر الحراري والمسافه، اما هنا الاتصال، هنا دي خلفيات اللي تقدر تنزلها على الساعه. اشكال طبعا كتير، فيها توصيات وهنا احدث خلفيات ديجيتال او خلفيه زي كده وهكذا. بص كل دي خلفيات تقدر تنزلها من الموبايل. طب لو انا عايز اضيف صوره، هنا بيقول لك تخصيص شاشه، نضغط على تحرير وندوس على الزائد ده ونضيف الصوره من الموبايل. تقدر تتحكم في اسلوب الساعه شكلها عامل ازاي، وكمان الموقع بتاع الساعه، عايز الساعه في نص الشاشه ولا تحت ولا فوق. بعد كده تدوس تركيب هيبعتها على الساعه على طول. بدايه سريعه دي، او هو بيشرح لك استخدام البرنامج ازاي، يعني الموضوع بسيط. هنا اداره المميزات، ودي اللي تهمنا، سوق التطبيقات اللي هو الجي بي اس، ندوس عليه تركيب عشان ينزل التطبيق على الساعة. هنا نسبة السكر في الدم اللي كانت معانا باللون المطفي على الساعة، وبعد كده قلنا لازم نربطها بالموبايل كده هتنور معانا. وهنا معدل التنفس برضو نفس الكلام، وهنا درجة الحرارة والحاجات دي كلها موجودة على الساعة اهي. معدل التنفس خلاص نزل، دي شايف معايا دي كده، دي كده التطبيقات. ده الجي بي اس، وطبعا الجي بي اس مش بيشتغل من الساعه، هو بيشتغل من عن طريق البرنامج زي ما هو بيقول لك. وهنا معدل التنفس خلاص اشتغل. التنبيهات اللي هي الاشعارات اللي احنا عملناها من بره برضو بناكد عليها هنا، اللي هي الرسائل الاس ام اس والواتساب وكله، هي متفعل عليها طالما باللون ده كده خلاص تمام. دي كل البرامج اللي يجيب لك اشعارات. هنا جهات الاتصال، اقدر اضيف اي رقم انا عايزه من جهات الاتصال بتاعتي على الموبايل. اضيف مثلا اوكازيون، ضفناه على الساعه. وهنا بطاقات العمل اللي هي التواصل السريع، اللي هي الويشات والفيسبوك واتساب والكلام ده كله، بتعمل بطاقة التواصل سريعة. وهنا تقارير الطقس، وهنا بحث عن الساعة، بيبحث عن الساعة بيعمل فايبريشن. بعد كده بنلاقي تذكير صحي، التذكيرات اللي احنا لسه شايفينها جوه في الساعة ممكن تجيبها بمنتهى السهولة من الابليكيشن. المحفظة اللي هي طرق الدفع، علي باي وباي بال وويشات، الكلام ده لسه برضو ما اتفعلش في مصر. هنا التقاط الصور، الساعة بتقلب ريموت زي ما احنا شايفين كده من غير ما اعمل اي حاجة ومن غير اي تدخل، بهز الساعة كده بتصور معانا على الموبايل. بخرج من الموبايل على طول، بيخرج من الساعة على طول. هنا حزمة البطاقات، اقدر اضيف بطاقات مشفرة اللي هي الـ NFC واعدادات اخرى، قياس لنبضات القلب كل قد ايه فترة. وهنا نظام الـ 12 ساعة ورفع اليد لإضاءة الشاشة، موجودة نفسها في الساعة، حتى الـ 12 ساعة والـ 24 ساعة نظام الوقت يعني موجود برضو في الساعة. اعدادات اذن الموبايل، دي ارشادات يقول لك عليها، مش حاجة تقدر تعملها. هنا ترقية البرامج الثابتة، لو في اي ابديت نزل للساعة بتقدر تعمل له تحديث، هنا بيقول لك اخر اصدار. هنا اعادة ضبط مصنع ومعلومات الجهاز اللي هو الماك ادرس برضو موجود في الساعة. دي كده كل الحاجات اللي اقدر استخدمها في الابليكيشن. خلينا نشوف مع بعض نقدر نتصل من الساعة بعد ما عملنا الخطوة دي ولا لا. هنجيب الدايلر ونجيب يتصل، هنلاقيه فتح معانا عكس الاول كان بيجيب شاشه، وكمان من التليفون والاسم ظهر معانا اهو اوكازيون بالعربي، والخط واضح جدا والاتصال تم اهو. خلينا نجيب اي حاجه على اليوتيوب مثلا ونشغل اي موسيقى على الساعه، نجيب المشغل الموسيقى اهو ده كده صوتها، طبعا ممكن اعلم التليفون نفسه واقدر اقلب او ارجع، ده صوت الساعه على الطبيعه. خلينا نشوف برضه في التطبيقات التحكم عن بعد في الفيديو ده برضه، هل يختلف عن الموسيقى ولا لا. هنا بيعلي الصوت فعلا في التليفون وبيوطي الصوت في التليفون، وبيقدر ياخد يتحكم في الشاشه زي ما احنا شايفين كده اهو، زي ما احنا شايفين كده. بص معايا الماوس هنا زي بادي اهي، يتحكم في التليفون عن بعد اهي، تشغل او تقلب وبرضه بالسهم اهو بيطلع فوق وتحت، تعلي الصوت او توطيه. بيتحكم في شورت فيديو اللي موجود، شورت فيديو ريموت كنترول، دي حلوه قوي غير مشغل الموسيقى، ودي ميزه موجوده في الساعه دي مش موجوده في ساعات تانية. حاجه زي الطقس اشتغلت معانا خلاص من على الموبايل، يجيب لك درجات الحراره.
بتشتري الساعه منين؟ هسيب لك رابط الشراء اسفل الفيديو في التعليقات وفي الوصف على موقع اوكازيون. الموقع بيسمح لك ان انت تجرب المنتج قبل الاستلام.